أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، عليك وعلى أختك الحوراء زينب، وعلى أمك الطاهرة فاطمة، ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة فيا بئس للبيعة الكاشحة، وقد خذلوه وقد أسلموه، وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة، لأنك لم ترو من شربتين ثناياك فيها. يا غدا الطائحة لنبكي لها، يا شيعة مسلم لنبكي لها، يا بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة. رموك من القصر إذ أوثقوك، فما سلمت فيك من جايا. وسحبا تجر بأسواقهم، لألست أميرهم البارحة؟ قضيت ولم تبك كالباكيات، ولأليس لك في مصر من الصائحة؟ لئن تقضي نحبا فكم في زرود، عليك العشية من نايا. يا
هذا ليستجير يكون ينجار ينجار وبجت لحليف الشرف والله ينجار مثل مسلم بالحبل ينجار ينجار وتتنوم سبكة لعلوج ومية وتتنوم سبكة لعلوج ومية إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي عهد أمير المؤمنين علي عليه السلام لمالك الأشتر قال له يا مالك وليكن نظرك إلى عمارة البلاد أبلغ من نظرك في جباية الخراج فإن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة فمن طلب الخراج بغير العمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم له أمر أبدا. هذه الوثيقة مأخوذة من كلمة الإمام علي أو عهد الإمام علي لمالك الأشتر، العهد المعروف اللي في مقدمته يقول له الإمام علي: أعلم يا مالك إني أرسلتك إلى بلاد وإلى قوم ينظرون إليك كما كنت تنظر إلى الحكام من قبلك، كما كنت تنظر إلى الناس إلى الحكام، الآن الناس راح ينظرون لك نفس النظرة، فاعلم كيف تدير شؤون البلاد وشؤون العباد. أولاً يقول الإمام علي: أشعر قلبك الرحمة للرعية، لأن مطلوب منك أن تكون رحيم، لأن أنت بيدك السلطة، بيدك القدرة، بيدك القوة، بيدك الاقتصاد، بيدك السلاح، كل شيء بيدك، فأنت لا ينفع معك إلا أن يكون قلبك رحيماً. إذا قلبك رحيم تتفاعل مع الناس، مع معاناة الناس، تحل مشاكلهم، تقضي حوائجهم، هذا مطلوب. لذا يقول له: وأشعر، حتى لو لا تشعر أنت اصطنع هذا الفعل، يعني أنت أشعر قلبك، كلم قلبك في كل يوم، قل يا قلبي هذا المجتمع، هذه الرعية التي أنا مسلط على رقابها وأحكمها لابد أن أرحمها، لعل واحداً مثلاً لا يمتلك قوت يومه، لعل واحد لا يستطيع قضاء حاجته، لعل آخر لا يستطيع مثلاً أن يصنع شيء، فيقول له: أنت أشعر قلبك الرحمة، خلي أنت اصطنع الرحمة وأشعره بالرحمة للرعية، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً. التفت، مو لأنك بموقع القوة تصير أنت سبع على الناس، لا، جمال الحاكم أن يكون متواضعاً، جمال وصورة الحاكم وأجمل صورة صورة الإمام علي. يوم كان يمشي بالسوق بأبي وأمي فرأى جارية واقفة تبكي، أقبل نحوها الإمام علي قال: لما تبكي يا جارية؟ طبعاً هو الحاكم بوقتها بالكوفة، الأمير الإمام على كل المقاطعات، رآها واقفة جارية تبكي، قال: مما تبكي يا جارية؟ ليش تبكي؟ قالت: أنا جارية عند ناس، يعني مملوكة، وأرسلوني لأشتري التمر من هذا البائع، اشتريت التمر ورجعت إلى البيت فما أعجب أهلي أصحاب البيت، ما أعجبهم التمر فضربوني وقالوا: اذهبي وأرجعي هذا التمر، وهذا البائع يطردني ما يرضى أن يرجع التمر، يأخذ التمر ويعطيني الأموال، لأن أنا الآن كيف أرجع إلى البيت؟ أسيادي ماذا أصنع؟ ماذا أقول لهم؟ الإمام علي قال: لا عليك، أنا أتدخل، أقبل نحو البائع. طبعاً كثير من الناس ما يعرفون هذا علي بن أبي طالب، لكن يسمعون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذلك البطل لخاض المعارك مع رسول الله، لكن ربما ما يعرفوا بالوجه. فالإمام علي أقبل نحو البائع، قال: أيها البائع، هاي مسكينة جارية، أنت خذ تمرك والله الرزاق،
واعطها مالها لتعود إلى أهلها وأسيادها، وأنت الله سبحانه وتعالى يعوض عنك. يقول هذا الرجل البائع وضع يده في صدر علي هكذا ودفعه وقال اذهب، ما لك وللدخول بيني وبينها. أمير المؤمنين وقف إلى ناحية وقال للجارية قفي، الآن لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا فنحل هذه القضية. لحظات مالك الأشتر يمشي، رأى أمير المؤمنين واقف فأقبل نحوه، أبي الأسود الدؤلي، فلان فلان، حواريو أمير المؤمنين بالسوق اجتمعوا حول الإمام علي. هذا البائع ظل ينظر، سأل بعض الناس قال من هذا الرجل الذي أحاطه كبار الدولة؟ مالك الأشتر وأبي الأسود وفلان أحاطه كبار الدولة، من هذا الرجل؟ قالوا له من تقصد؟ ذاك اللي في الوسط؟ قال نعم. قالوا قال نعم. قالوا هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال لهم لا أقصد ذلك اللي في وسطهم. قالوا نعم هذا علي. قال هذا الذي دفعته بيدي وصحت عليه هو علي بن أبي طالب الأمير الحاكم؟ قالوا نعم. فأسرع نحو الإمام بين الرجال وانكب على قدميه. الإمام علي رفع، يقول له سيدي والله ما عرفتك أنك أنت الحاكم. الإمام علي قال لا عليك، قل له سامحني وسوف أرد عليها كل شيء. قال لا، مو مطلوب منك هكذا، ولكن لا يرضى الله عنك إلا أن ترضي الناس من نفسك، لأن أنت وين؟ الإمام علي الآن حاكم وصاحب سطوة وقوة وقدرة. يقول لمالك لا تكونن عليهم سبعا ضاريا، حتى لو كنت مقتدرا لا تستعمل قدرتك، لأن لا توازن بين قدراتك وبين هذا الشعب المسكين الطيب، فما تستطيع أن تتعامل هكذا. لابد أن يحكمك منهج أخلاقي من ضميرك يتحرك. ولذا الشاعر، وتنقل للإمام علي عليه السلام هذا الشعر ينسب، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدر، يعني إذا كنت قادر على الظلم حتى، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك، بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليه وعين الله لم تنم. هاي نماذج الحكم عمليا ونظريا عند الإمام علي. ولذا يقول له لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم أرزاقهم. لا، خلي القضية بالرعية والسوية وتكون أنت كما كان علي بن أبي طالب هكذا. هاي صورة حكومة الإمام علي، نموذج رباني في الأرض. وبعدين يقول له نظرية عظمى بالاقتصاد وبتفاعل المجتمع مع الحاكم. يقول له اسمع يا مالك، إذا أردت أن تحصل على الخراج، الخراج الجبايات يعني الضرائب، إذا أردت أن تحصل على الضرائب، الشعب ما يتفاعل معك بالضرائب إلا إذا أعمرت البلاد. المجتمع خليه يشوف شغل، يشوف طرقات، يشوف مدارس، يشوف مستشفيات، يشوف خدمات عامة بالمجتمع، خدمات صحية، خدمات طبية، خدمات علمية. خلي المجتمع ينتعش ويرى العمارة. إذا رأى المجتمع العمارة أصلاً بدون ما تكلف نفسك وكذا، هو يجي يدفع الخراج عادي. ولذا بعض الدول حتى الغربية التي لا تدين بدين الإسلام مشت على هذه القاعدة ونجحت. الآن نستطيع أن نجري أي دراسة على أي دولة غربية، رغم ارتفاع حد الضرائب في تلك الدول، إلا أن المواطن لما يرى خدمات أمام عينه هو ماذا يريد؟ إن شاء الله يأخذون نصف الراتب ضرائب، لكن أنا أرى خدمات. إذا صار عندي أي حالة صعبة، أي حالة طارئة، شوف الدولة إلى جانبي تقدم لي كل الخدمات، فليش ما أدفع ضرائب؟ المواطن عادة لا يهرب من الضرائب، ولا مواطن يهرب، لكن لما يدفع ضرائب ولا يرى خدمات. ها؟ شوف الإمام علي وين يأخذك، لما يدفع ضرائب ولا يرى خدمات. فإذا الإمام علي يقول له يا مالك، إذا أردت أن تحصل على الجبايات وعلى الضرائب وعلى الخراج بأن الناس تتفاعل معك وتدفع، فعليك بالعمارة. واسمع ماذا يقول، فمن طلب الخراج فإن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة. الضرائب ما تدرك إلا أن تقيم العمارة للمجتمع. بعدين يقول له فمن طلب الخراج بغير عمارة، يعني واحد لا قال أنا أصر على أن أخذ من الناس ضرائب حتى لو لم أقدم خدمات، حاكم معاند يقول أنا ما أريد أقدم أي خدمة وأريد الضرائب. الإمام علي قال النتيجة واضحة، أخرب البلاد
وأهلك العباد ولم يستقم له للحاكم، لم يستقم أمر بعد ذلك أبدا، أمره ما يستقيم لأن خلاف المنطق وخلاف العمل. فالإمام علي إذا نظرت إلى دولته كيف كانت، كيف كان يقسم المال على الناس بالسوية، إذا وصل إلى بيت مال المسلمين أموال أو طعام، الكوفة مقسمة سبعة أبواب، يعني مقسمها شعاب خلايا ما أدري مناطق، سبعة أبواب يسموها، فكان يقسم على سبعة أبواب بالسوية. ويوم من الأيام تبين أنه بقي رغيف من الخبز في بيت مال المسلمين، أمير المؤمنين قال للعمال قسموه سبعة ووزعوه على كل باب، حتى الرغيف الواحد سواء أحد يقول له ما إلى قيمة، لا، عند الإمام علي تربية، عند الإمام علي مناهج. كان إذا دخل عليه أحد يريد أن يسأل أمير المؤمنين مسألة يسأله الإمام عليه السلام، مسألة خاصة بيني وبينك أو مسألة لها علاقة بالمسلمين، إذا قال مسألة بيني وبينك قام الإمام أطفأ الشمعة في بيت المال، يقول له لماذا أطفأت الشمعة؟ يقول له لأن هذا المال مال الأمة فنستعمله في خدمة الأمة، أما في خدمات شخصية لا، عندنا ممتلكاتنا الخاصة. هكذا كان الإمام علي، وكان يوزع بيت المال على كل المسلمين بالسوية، ولا يحرم أحداً ويعطي الغني كما يعطي الفقير عادي، لأن الأمة منتعشة، يعني الغني هو زيادة في غناه من عمله، وإلا الفقير والغني عايشين على حد سواء نفس الشيء. ويقول لقنبر وأنا علي بن أبي طالب الحاكم أعطني أيضاً 3 دنانير مثلي مثل أي مواطن من المواطنين. لذا كانت حكومة أمير المؤمنين تلك الحكومة التي ظلت يعني صفحة ضوء وصفحة نور في جبين هذا التاريخ، كل من جاء ينظر إلى هذه الحكومة، إلى أمير المؤمنين. الله يرحم الشيخ أحمد الوائل الدكتور عميد المنبر الحسيني رحمة الله عليه في قصيدته العصماء يقول لغالى يسار واستخف يمين، بك يا لكنهك لا يكاد يبين، تشفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين، فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين، فلأنت أروع إذ تكون مجردا، ولقد يضر برائع تثمين، ولقد يضيق الشكل عن مضمونه ويضيع داخل شكله المضمون، إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأسهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون، لك في النفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين، فدع المعاول تزبأ الرقساوة وضراوة إن البناء متين. هذا علي بن أبي طالب. بعدين يقول في الحرب أنت المستحم من الدماء، والسلم أنت التين والزيتون، والصبح أنت على المنابر نغمة، والليل في المحراب أنت أنين، تكسو وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين. هذا علي. لذا الناس كانت تسعى بين يدي علي بن أبي طالب لأنها ترى حكومة عادلة، في حين أن الحكومات الأخرى، النماذج الأخرى، حكومة بني أمية على سبيل المثال كيف تعاملت مع الناس ومع الفقراء؟ كان همها الوحيد جباية الأموال وأخذ المال وممتلكات الناس وأرزاق الناس. حتى تلك المرأة سودة الهمدانية التي كانت بالبصرة، وأرسل عليهم معاوية حاكم اسمه بصر ابن أرطاط، أخذ الزكاة في غير أوانها وأخذ ضياع الناس، صار يشلحهم أراضيهم، الضياع والبساتين والزكاة في غير أوانها، هاي اجت من البصرة الى الشام، وقفت على باب معاوية قالت للحاجب قل لسيدك معاوية امرأة اسمها سودة الهمدانية من البصرة اجت تقابلك. معاوية سمع اسم سودة قال هذه كانت يوم صفين مع علي بن ابي طالب تقلب الناس علينا، ادخلوها، جاءت بقدميها للموت ادخلوها. قال ما عندك يا سودة؟ قالت إن واليك على البصرة ظلمنا،
بصر بن أرطاط أخذ ضياعنا والزكاة بغير أوانها. قال: وماذا تريدين؟ قالت: عزل الوالي. قال: ألست كنت مع علي بن أبي طالب يوم صفين؟ قالت: بلى. ألست من ألهب ظهور الشباب بالشعر حتى تقدموا للقتال؟ قالت: بلى. قال: جئت بقدميك إلى الموت. مباشرة أخذ قرار: أيها السياف خذها إلى النطع واضرب عنقها. السياف أخذها باتجاه النطع يريد أن يضرب عنقها، هي صارت تمشي، ومعاوية ينظر إلى ثباتها ورباطة جأشها وهي تقول: صلى الإله على قبر تضمنه جسم فأضحى فيه العدل مدفونا. معاوية أوقفها، قال: تعالي تعالي، من تقصدين أمس العدل مدفونا؟ قالت: الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين أبي الحسن والحسين سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. قال: وأنت ذاهبة للموت تذكرين وتمدحين عليا؟ قالت: نعم، لأن يوم من الأيام والي للإمام علي على البصرة، يمكن بعض الناس شعرت منه بالظلم، فقطعت البصرة وجئت إلى الكوفة وعلي في المسجد يريد أن يصلي، فما إن رفع يديه ليكبر يريد أن يقول الله أكبر، أنا وقفت على الباب قلت: يا أمير المؤمنين لا تكبر فإني امرأة مظلومة. فأنزل يديه بخشوع والناس صفوف، ومشى بين الصفوف حتى وصل إليه وقال: اللهم إنك تعلم ما أرسلت إليهم من يظلمهم. شوف الحاكم العادل أبو القلب الرحيم يخاف الله، يقول: اللهم إنك تعلم إني ما أرسلت إليهم أحدا ليظلمهم. وأخرج كتابا من جيبه دون أن يسألها، وعزل الوالي بكتاب أخذته بيدها إلى البصرة من علي بن أبي طالب. سودت، قل: أنا أخذت الكتاب معي، والآن جئت أشكو إليه، أشكو إليك ظلم الوالي فأمرت بعنقي، لذا أبكي على علي وأقول صلى الإله على قبر تضمنه جسم الوصي فأمسى العدل مدفونا. قال: طيب أرد عليك ضياعك وأعطيك أموال؟ قالت: ما أقبل. قال: إذن ماذا تفعلين؟ قالت: والله يا معاوية أنت ما تعرف منه، إحنا شيعة علي بن أبي طالب، هاي الرقبة والموت نهنأ بها في سبيل علي، والله يا معاوية إن لم تعزل الوالي لأقعدن لك بالشام، أقلبن الناس عليك ما دمت حية أبدا. قال: الله أكبر. أخرج كتاب وعزل لها بصر ابن أرطاط، والتاريخ يذكر سودة عزلت واليين في زمن علي أمير المؤمنين وفي زمن معاوية. هذه الأمر. فكان يبعث، كانت الحكومات ظالمة، وكان بنو أمية يأخذون أموال الناس. يزيد بن معاوية يبني بمال الفقراء والمستضعفين برك الخمر، ويقيم الحفلات الراقصة والماجنة التي تكلف الأموال من مال الشعب. كل هذا كان يبني برك الخمر، يسكر إذا سكر نزل بالخمر. بول السلامة مو بعيد يقول ليزيد بلسان يزيد، لأن الصبح يأذن المؤذن، تعرف واحد سكران للصبح بعدين يصيح المؤذن الله أكبر ينزعج يزيد، يقول له رافع الصوت داعيا للفلاح اخفض الصوت في أذان الصباح، وتنزه عن العرش مشغولا بالقيان الملاحي، ألف الله أكبر لا تساوي بين كفي يزيد نهلة راحي، ما تسوى، لأن هؤلاء وين ارتباطهم بالدين؟ فلذا الأمة التي سكتت على هكذا حكومة جعلت من معاوية يستطيع أن يقف بالكوفة أمام كل الناس علنا يقولهم: أيها الناس، ما قاتلتكم لا لتصلوا ولا لتصوموا، لا تفكروني حاكم شرعي وديني، وإني لأعلم أنكم لتفعلون ذلك، وإنما أقاتلكم لأتأمر عليكم. هذا حتى يعني الحاكم في أي دولة بالعالم أصلاً ما يتجرأ، لأن عيب يتكلم هالكلام مع الناس. قلهم: أنا أقاتلكم لأتأمر عليكم. وأما علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، تأتي الناس إليه حتى يقول: حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهضت بالأمر نكث الطائفة. الإمام علي جالس وإجوا الناس، رفض ثاني مرة: يا أمير المؤمنين جئنا نبايعك، آمنا بالحق. قالهم: أبدا ما أقبل. ابن عباس: يا أمير المؤمنين
والإمام علي جالس بالبيت ونعل بأبي وأمي النعل الإمام علي الظاهر منزوع يعني بتعبيرنا إحنا. فالإمام علي يصلح نعله فجالس بالبيت وحذاؤه بيده يصلحه الإمام علي، ظهري خيطة من مكان يخصف النعل ما أدري يصلح. ابن عباس التفت إليه قال يا أمير المؤمنين الناس اصطفت تريد أن تبايعك ما تقبل؟ الإمام علي نظر إليه قال يا ابن عباس شايف هاي النعل هاي الحذاء ما قيمة النعل؟ قال لا شيء يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. قال والله يا عندي أفضل من إمرتكم. الله أكبر، هذا اللي بايع الدنيا هكذا، الدنيا ما تسوى شيء عند أمير المؤمنين. يقل خطبتك فاتنة الرجال، شاعر اسمه مهدي جناح الكاظمي، يقول الإمام علي خطبتك فاتنة الرجال يعني الدنيا، خطبتك فاتنة الرجال وحينما مدت إليك لبابها طلقتها، أنت تركت الدنيا هاي. لذا الإمام يقول عتبت على الدنيا وقلت إلى متى؟ الإمام زين العابدين تسيئين صنعا مع ذوي الشرف الجلي أفاقدة الإنصاف حتى عليهم تجودين بالهم الذي ليس ينجلي وكل شريف من سلالة هاشم بسيء حظ في مذاهبه ابتلي مع كونه في غاية العز والعلا يكون عليه الرزق غير مسهلي. فقالت نعم يا ابن البتول لأنني خسيسة قدر عن علاكم بمعزلي، وأما إساءاتي فذلك إنني حقدت عليكم حين طلقني علي. قل أنا حاقد عليكم لأن جدكم علي طلقني هاي الدنيا. شعر هكذا. فالإمام علي سلام الله عليه يقول لي يا ابن عباس هي عندي هاي النعل أفضل من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ما يصير أنا أمشي والباطل يحوط الناس من كل حد وصوب وأنا ساكت. ليش ساكت يابا؟ لأجل عين فلان ولأجل كرامة فلان. ما يصير. هذا الدين العظيم أوكل الله قيادته إلى النبي المصطفى وقاده علي وأقام أسس كربلاء الإمام الحسن، وانطلق الإمام الحسن في كربلاء إلى أن يرفع الراية العظمى صاحب الثار. البيعة لله الحجة المنتظر يا لثارات الحسين. هاي فترتبط تشتبك هكذا القضية. إذن أهم شيء بالحكومة وبالحاكم أن تكون هذه النماذج بين يديه وتحت مرأى عينيه ليستطيع حماية الناس وحماية المجتمع وإيصال الحقوق إلى المجتمع. وإلا بني أمية الناس في زمانهم جاعت، الناس في زمانهم تركت الدين، تعلمت على الاحتيال والغش. وإلا الإمام علي وصل إلى مرحلة يلتف بعباءته كأنه البدوي وينزل إلى الشارع وإلى الأسواق وينادي أيها الناس، أيها الناس لا تبخسوا الناس أشياءهم، أوفوا الكيل والميزان، يعلمهم حتى الفقه في سيرهم. ولذا الأمة وصلت إلى مكان في زمن الحسين هو عبر عن زمانه، الحسين عبر عن أهل زمانه، قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. هو حسين يعبر يقول أهل زماني وأنا أعرف بهم الناس عبيد الدنيا، ما عاد هناك عبيد لله، أكثرهم يعبدون الدرهم والدينار والموقع والمنصب والمكان والأضواء والإشاعات والإشارات كلها هكذا. يفكر أنه بالشطارة، يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء سلام عليكم قل الديان راح. بس يمحص واحد منهم بالبلاء تشوف أول واحد انقلب على الدين يقف موقف، ما يأخذ موقف يهرب. وكثير ممن رأيناهم في المواقع الصعبة من ذاك الزمان من الاجتياح الإسرائيلي وقبل الاجتياح الإسرائيلي إلى زمانك هذا، المقاومون المجاهدون الثابتون في سوح الجهاد الذين حملوا السلاح وقاتلوا ووقفوا بوجه الأعداء واستشهد منهم، هؤلاء ثابتون. أما كثير من الناس باعوا راحوا تركوا وتعاملوا عند أول مفصل، ينظرون إلى هبرجة الأمر فيهربون. الحسين يصف أهل زمانه وكل الأزمنة، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. وشاف يزيد بن معاوية على أعناق الناس، لابد أن يهز ضمائر الأمة
بعمل كبير عظيم يناسب عظمة الإسلام، اللي هو شرف رفيع. مش شاعر يقول لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم؟ اليوم الإمام الحسين يبعث رسوله مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليوقظ الناس وضمائر الناس ويأسس الأسس المتينة. ومسلم بن عقيل بالكوفة مع وجهاء من شيعة أهل البيت، المختار الثقفي، سليمان بن صرد الخزاعي، هاني بن عروة، مجموعة من الكبار. لكانت ساحة منبسطة لمسلم، والكوفة كلها أصبحت لخط الحسين، إلى أن استيقظ شبث ابن ربعي وحجار ابن أبجر وقيس ابن الأشعث وشبر ابن ذي الجوشن وعمر ابن سعد، وأرسلوا على نحو السرعة رسائل ليزيد ابن معاوية. قالوا له إن كان لك في الكوفة رأي فإن الوالي ضعيف أو يتضاعف، البشير ابن النعمان الأنصاري ضعيف أو يتضاعف، فخلي عليها واحد قوي، لأن مسلم ابن عقيل أكل الكوفة وكل الناس بايعت مسلما. ماذا يصنع؟ يزيد بن معاوية وصله الكتاب، جاب سرجون واحد المستشارين، قال ماذا أصنع؟ قال إذا قام معاوية الآن من قبره وأشار عليك تصنع؟ قال نعم. فتح خزانة وأخرج منها كتاب وفك الختم وقال هذا كتاب أبيك وهذه نيتك، وإذا كان مكتوب بهذا الكتاب أن تعطى الكوفة لعبيد الله بن زياد، فأرسل الكتاب على نحو السرعة وقال لعبيد الله إذا وصلك كتابي هذا فجد السير إلى كربلاء إلى الكوفة واقضي على مسلم بن عقيل وأتني به حيا أو ميتا. وفعلا لما دخل عبيد الله وتزيى بزي أهل الزهادة والتقوى، الناس ظنت أن هذا الحسين، لأن الأخبار تنتظر أن الحسين جاي. ومسلم بن عقيل بعث رسالة إلى الإمام الحسين قال إن الرائد لا يكذب أهله وقد بايعني 18,000، فإذا وصلك كتابي هذا فأقدم علينا يا ابن بنت رسول الله. هنا الحسين انطلق من مكة، وعبيد الله دخل إلى الكوفة وقضى على كل أقطاب الشيعة. التاريخ يروي يقول في يوم واحد صار حملة اعتقالات، اعتقل 12,000 شيعي وأودعوا في السجون، وعلى رأسهم سليمان بن صرد الخزاعي والمختار بن عبيد الثقفي، هؤلاء في السجون. فمسلم بن عقيل ما عاد يستطيع أن يكون في حركة علنية، فنزل في بيت هاني بن عروة سرا، لأنه كان في بيت المختار علنا، الآن صار سرا في بيت من؟ هاني بن عروة. عبيد الله بن زياد هدد الناس، وعد الناس، دفع الأموال، اشترى الضمائر، اشترى النفوس، وضع الجواسيس ليحصلوا على خبر عن مسلم. عرفوا أن مسلم في بيت هاني بن عروة، فأرسل عليه عبيد الله وقال عليك أن تسلمني مسلم. فهاني بن عروة قال والله لا أصنع هذا، فصار يضربه على أنفه حتى نثر لحم أنفه، ورمى هاني بن عروة وين؟ بالسجن. الآن كل أقطاب الشيعة والقادة الكبار بالسجون، ما عاد موجود أحد، مسلم وحيد بالكوفة. هاي غربة مسلم، أن الذين كانوا أعواناً له والذين كانوا أقطاباً له 12,000 شيعي بالسجون، على رأسهم من؟ على رأسهم قادة الشيعة. أما هؤلاء اللي اجتمعوا بالمسجد 18,000 وصلى بهم مسلم، هؤلاء يعني عوام الناس، سواد الناس، ليمشون عادة ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. وإلا هؤلاء لو شيعة، لو ثابتين واحد كان بقي مع مسلم. أما الشيعة كلهم عبيد الله حاصرهم وجعلهم في السجون، يعني الكوفة يومئذ عند مسلم فارغة، ما فيها أحد أبداً. وإلا الشيعي ما يتخلى، قلنا الشيعي والموت أصلاً يستأنس بالموت في سبيل أهل البيت وفي سبيل هذا الإسلام العظيم، ولذا ما عاد فيها أحد. فمسلم سوى أول مبادرة، جمعهم، هاجم بهم القصر، تفرقوا عنه، رجع حاول مرة أخرى، جمعهم في المسجد، صلى المغرب، صلى العشاء، التفت لم يجد أحد، وحيد، خرج، وين يروح؟ بالكوفة.
صار يسير في أزقة الكوفة، لا بيت المختار، لا بيت سليمان، لا بيت هاني ابن عروة شريك الأعور، ما أحد موجود، كل الناس بالسجون. مسلم أين يمضي؟ يقول: أخذته الأقدار على باب دار امرأة يقال لها طوعة، جلس وأسند ظهره إلى جدار بيتها وهي على سطح دارها، نظرت شافت شاب غريب جالس، قالت نزلت فتحت الباب، قالت: يا عبد الله خير؟ ما لجلوسك على باب داري؟ قال: أمت الله أريد الماء، أنا عطشان. دخلت جاءت بالماء، أسقطه الماء وعادت، صعدت على سطح دارها، نظرت ما زال جالسا، نزلت قالت: يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: ما لجلوسك على باب داري؟ لا أحل لك الجلوس. وقف لما سمع كلمة لا أحل، وقف. قالت: لا أحل لك الجلوس على باب داري. وقف. قالت: ما عندك أهل؟ ما عندك عشيرة؟ اذهب إلى أهلك. قال: أمت الله في مصركم هذا؟ لا، ما عندي لا أهل ولا عشيرة. قالت: من أنت؟ يظهر عليك ابن عز، ابن عائلة، ابن كرم، يظهر عليك الإباء والشرف، من أنت؟ قال: أنا من غدر بي أهل مصركم هذا. طبعا الأخبار منتشرة بالكوفة، أخبار مسلم. قالت: لعلك مسلم ابن عقيل؟ قال: بلى. أتستضيفيني سواد هذه الليلة ويجزيك رسول الله؟ قالت: على الرحب والسعة يا مسلم، تفضل تفضل. أدخلته إلى قبو عندها، صنعت له الطعام، لم يأكل. الله أكبر لما يخاطبها وإلي قللها وعين مستديرة: أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، وإلي أنا مسلم الفاقد نصيرة، يا وهلي وعمامي بغير ديرة. وويلاه ومسلمة. أدخلته هذه المرأة إلى قبو، صنعت له الطعام، وإذا بمسلم لم يأكل الطعام، وجاءت له بالماء، أصبغ الوضوء وظل قائما طوال الليل يذكر الله، يصلي إلى أن ذهب من الليل شطره. أغفى مسلم فرأى أمير المؤمنين في عالم الرؤيا، قال له: يا مسلم العجل العجل، الساعة الساعة، يا مسلم أنت ضيفنا في صبيحة هذه الليلة. نعم نعم. استيقظ مسلم مرعوبا وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان لهذه المرأة ولد يقال له بلال، كان قد طمع بجائزة عبيد الله بن زياد من يأتي بخبر عن مسلم، فلما علم أن مسلم في داره أسرع ليلا إلى قصر الإمارة وأخبر عبيد الله بالخبر، فأرسل عبيد الله كتيبة لاعتقال مسلم بقيادة بكر بن حمران، في بعض الروايات وفي بعضها محمد بن الأشعث. وهكذا جاءوا وجاءت الخيل، وسمع مسلم وطأ حوافر الخيل أمام الدار. طوعا علمت مسلم تقلد لامة حربه، تقلد سيفه ولبس لامة حربه، وصار يخاطب نفسه: يا نفس قومي إلى الموت الذي لا بد منه. وإذا بطوعة تشجع مسلم، والله تقل إنها أظلفك الجيش يا حيد، والله يا حيد أريدك مراجل عمك تعيد، والله يقلها يا طوعة تشجعيني وبعم حدر تذكريني، وإيلي والله له الجمع اللي يجيني ما دام صمصام بيميني. وقام مسلم وخرج وهو يقول: أقسمت ألا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. وخرج مسلم من الدار، واحتشدوا عليه من
كل جانب، وكان من عزمه أن يأخذ بالفارس فيلقي به فوق الساطح إلى أن انقسموا على مسلم، فصاروا يضربونه بالحجارة ويشعلون النار بأطناب القصب ويلقونها على مسلم، ومسلم يقاتل قتال الأبطال. فبعث محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد أن مدني بكتيبة أخرى، فقال له: ويلك، هذا وقد أرسلتك إلى رجل واحد، فكيف لو أرسلتك إلى من هو خير منه؟ ويقصد بذلك الحسين. فقال له ابن الأشعث: يا أمير، أو تظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقالة الكوفة أو جرمق من جرامقة الشام؟ أرسلتني إلى بطل هو وأسد ضرغام. فقال له عند ذلك: اعطوه الأمان أو احفروا له حفيرة. رجعوا إليه وقد مدهم بكتيبة أخرى، وتبادل مع ابن حمران بضربة، فضرب لمسلم شفته فقطعها وبقيت معلقة. عند ذلك حفروا له حفيرة وجروه بالقتال إليها ووضعوا عليها بعض العشب والتراب إلى أن سقط مسلم بالحفيرة. أي رحم الله من نادى ومسلما وسيدا. عند ذلك أوثقوه كتافا وجروه نحو قصر الإمارة. كل هذا وقوع على سطح دارها، تنظر مسلم أمام عينيها، ظلت تناديهم: يا هيل كفان رحمه، هذا ابن أخو الكرار حدار، لا ترحمه لا تسحبه، والله خلوه يمشي براحته، قلبه شعبته، خافوا من الله مالكم مذهب ولا دين. وإيلي قالت: يا مسلم يا خجي يا عظيم، ها خجلتي بيك، اش بدي انا وحرمه وضعيف وما اقدر احميك؟ لو او يتركونك كان افت قلبي وداويك، ان كان سلمت من كيدهم سلم على حسين. يلا مسلم يجاوب طوعا، قال: هاي طوع اليوم ما يحصل سلامة، أنا أوصيت شان بهالبلد طب ويتامة. قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة، أجرش على الله والنبي سيد الكونين. وأيلي هكذا أخذوا مسلم إلى قصر الإمارة، أجلسوه على باب القصر، أسند ظهره ليستريح، وجد قلة فيها ماء بارد، أراد أن يشرب، مد يده إلى الإناء وإذا بلعين منهم ضرب الإناء بسيفه، أريق الماء على الأرض. ولما أدخلوه على عبيد الله جاءه أحد بإناء فيه ماء، أراد أن يشرب، امتلأ الإناء دما، جاءوه بإناء آخر أراد أن يشرب، قالوا: سقط الثنايا مسلم بالإناء. أي رحم الله من نادى ومسلما وا
مسلمة. هاي الأيام الصعبة، هاي المصائب الكبرى، لم يسلم على عبيد الله. قال له أحدهم: ويلك يا مسلم، لما لم تسلم على الأمير؟ قال: والله ما هذا لي بأمير. قال عبيد الله: لا عليك، سلمت أم لم تسلم لأقتلنك أشر قتلا. قال مسلم: لئن فعلتها فقد فعلها من هو أشر منك بمن هو خير مني. عند ذلك غضب اللعين، قال: اصعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا رأسه وارموا جسده من أعلى القصر إلى الآر. صعدوا به إلى أعلى القصر، وهم في الصعود في الطريق بكى مسلم، دمعت عينا مسلم. سأله أحدهم، قال له: يا مسلم، إن الذي يطلب مثل ما تطلب إذا نزل بك به مثل ما نزل بك لا يبكي. لا، سامع ماذا قال؟ اعتراض. يقول له: يا مسلم، اللي مثلك طالب سلطة وحكومة وجاي يسوي انقلابات بالكوفة، إذا أمسك أو إذا وقع لا يبكي، لأن هذا جاي يسوي شيء عظيم. قال له مسلم: والله ما لنفسي أبكي، إنما أبكي لأهل المقبلين، أبكي للحسين وآل الحسين، حسين أنوى حسين أنوى حسين. شايفين مسلم يبكي على الحسين، يقول له: ما لنفسي أبكي، أبكي للحسين، حسين أنوى حسين أنوى حسين أنوى حسين. يلا مرة واحدة: حسين حسينا حسينا وحسين. ارفع ايدك وارفع ايدك: حسينا وحسينا حسينا. ما شاء الله، شوف الرايات والشباب والتفاعل والأنا والبكاء، بارك الله بكم. حسين وحسينا حسين. يلا سمعني صوتك: حسينا وحسين. نعم، كأني بمسلم يتوجه يقل لوين الذي يوصل بهالحين، والله بهالحين لأرض المدينة ويخبر حسين، يقل له: مسلم وحيد وما إلى معين، ودارت عليه القوم صوبين، صعدوا به إلى أعلى القصر، قالوا: أرادوا قتله. قال: دعوني أصلي ركعتين. قالوا: صلي إن نفعتك الصلاة. وقف مسلم صلى لله، لما انتهى توجه نحو المدينة، انفتل باتجاه المدينة من على الساطح، صاح: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول. يلا اقرأ اقرأ: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام
عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة. بينما هم كذلك اجتمع أهل الكوفة حول قصر الإمارة يتوقعون الأخبار، طوعا حضرت بينهم، هذا يقول الآن يقتلوا مسلم، هذا يقول الآن يسجنوا مسلم، ذاك يقول الآن يبعثوا مسلم إلى الشام. بينما هم كذلك آجركم الله وإذا بجسد يهوي من أعلى القصر إلى الأرض، أي رحم الله من نادى ومسلم. أيوة سيدا وغريبا، طوع واقفة لحظات وإذا برأس مسلم يتبع الجسد. والله تقل يا مسلم وين ذاك اليوم عمك، والله يجيك يعاينك خارق بدمك. أنا يا مسلم وين ذاك اليوم عباس، يجيك يعاينك ومفرع الراس، ويشوف شلون صابك نذل الرجاس. في هذه الأثناء كان ركب الحسين عليه السلام قد وصل إلى منطقة اسمها زرود، وكان في الكوفة هان بن عروة بالسجن، فقتلوه وأخرجوا جسده وربطوا جثة هان ومسلم بالحبال وصاروا يجرونها في الأسواق جرة. شوف حركة إرهاب، يجرونها في الأسواق جرة. وكان في هذه الأثناء قد وصل الحسين إلى منطقة زرود، فالتقى برجلين أسديين، قال لهما الحسين: كيف خلفتما الكوفة؟ قال: أبا عبد الله، أن اختصروا أم نطنب؟ قال: بل اختصرا. قال: ما خرجنا من الكوفة إلا وجثتا هاني ومسلم تجران في الأسواق جرا. عند ذلك استرجع الحسين، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، وجاء إلى خباء النساء. منطقة زرود الحسين مخيم فيها مؤقتا لأن منازل هاي، جاء إلى خباء النساء وإذا بالبنات والأطفال جالسات، أقبل وإذا بطفلة لمسلم يقال لها حميدة، عمرها ثمان سنوات. أجلسها الحسين في حجره وصار يمسح على رأسها، وبدأت دموعه تنحدر على خده. زينب تراقب الحسين، هل فعل هذا إلى علامات خاصة؟ هي الطفلة هاي أحست بشيء غريب، الحسين يمسح على رأسها. نظرت إليه قالت: عم يا حسين، أنت تصنع هكذا مع الأيتام؟ يا عم لماذا تمسح على رأسي؟ هل أصيب والدي بمكروه؟ بكى الحسين وقال: حبيبتي أنا أبوك. وبناتي أخواتك. تقول له: ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال، جني يتيم الكافي الله من هالأحوال. الله أكبر. وخرج الحسين من الخيمة وجلست سكينة وباقي النساء يعزينا هاي الطفلة حميدة. الحسين سمع أنين مألوف لقلبه، قام الحسين ينظر مرة أخرى وإذا بسكينة جالسة تبكي، أخذها الحسين إلى صدره: بني سكينة، لك يوم أعظم من هذا، لا تبكي يا حبيبتي، سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني.
لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. لذا يوم عاشوراء لما صارت سكينة تبحث عن جسد أبيها وجدت أباها لكن بلا رأس، تقول له يا أبويا يا من قطع راسك ويا وسلم ثيابك يا أبويا غط كل مصاب أمصاب الماجر أمصابك وويلا وحسينا. تقل لرد تنصب مناح عليك ليش الكفر من عوني ومن تذرف دمعت عليك بكعب الرمح ضربوني ويلاه وويلاه. لذا لما رجعوا يوم الأربعين بعد انقضاء كربلاء وبعد انقضاء السبي رجعت القافلة إلى كربلاء، تعرف هالمعنى، كل امرأة كل بنت جلست على قبر عزيز، ليلى على قبر علي الأكبر، رملة عند القاسم، الرباب على قبر الرضيع، سكينة على قبر الحسين، وأما زينب تقوم من قبر وتجلس عند الآخر لأن كل المصائب مصائبها. إلا طفلة واحدة وهي حميدة لا يوجد قبر لأبيها، جلست إلى جنب سكينة تساعدها بالبكاء على أبيها. وقامت زينب كل امرأة تصيح بعزيزها، ليلى تنادي وعليا، رملة تنادي وقاصما، والرباب تنادي ورضيعا، سكينة تنادي وحسين. وأما زينب وقفت وقالت يا نساء هلما معي إلى أين يا زينب؟ قالت هناك قبر بعد ما زرنا، تبعنها النساء وصلت على ضفة النهر وإذا بقبر منفرد، شبكت أصابعها فوق رأسها ونادت وعبا. إي زينب عند قبر أبي الفضل، الله يا زينب. إذا زينب لفت يم الشريعة تشوف جفوف أبو فضيل قطيعة، حافظين هالأبيات. إذا زينب لفت يم الشريعة تشوف جفوف أبو فاضل قطيعة، تعثر من تشوفه ما تقدر تعوفه، وتصيح من نجدني هالفجيعة تسمع. يوم الوداع لما نوقف حد الضعن كلها فرد فزعة فزعا، يحجن بالأنفاس والصبر ضاع بعدك يا سبع القنطرة، ذبحة وأخوك على الثرى وبعدك يا عباس، بس يتامى وحرم بالحزن والألم، تبجي نار العلم وكفيلة، ترضى يا بالفضيل نركب على الهزيل، هالوضع مو سهل وكفيلة، بقيت محيرة وصفيج باليدين، لا عباس ظل عندي ولا حسين، هاي
يختك يا أخوها طير يعذبوها. الله أكبر. هاي اختك يا أخوها طير يعذبوها وتصيح منين جتني هالفجيعة. يلا شباب نختم بلون خاص هذه الليلة. تقل له أمانة، تقل له أبو فاضل رد علي، أنا زينب سبية بقيت بولية عداك غريبة بهالمسية. آه زينب 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 ارفع ايدك ايه يلا. اه زينب 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 اه زينب 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 اه زينب زينب يسلبون الأرامل ويضربون الثواكل ويصيح صيحة واحدة الله. يسلبون الأرامل ويضربون الثواكل ويصيح صيحة واحدة دخيلك يا أبو فاضل صوت ينحب ينحب ينحب. آه زينب ما شاء الله. آه زينب هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها. يا لقومي تصدقوا الأنذال.